هذا شخص يشتغل بعمل، وإذا أراد أن يسافر إلى بلده الذي فيه عمله يطلب من أخيه أن يأتي له بورقة خصم للطائرة من المدرسة، رغم أنه ليس بطالب يدرس في هذه المدرسة بل هو موظف، فما رأيكم؟ نرجو النصيحة. هذا كذب، هذا كذب ولا يجوز الكذب، وأكل لمال الشركة بغير حق لا يجوز، هذا ما سمح إلا للطلاب، فلا يجي واحد ويأخذ اسم الطالب وهو ما هو طالب، هذا كذب واحتيال وأكل لمال الناس بالباطل. نعم.